اهلا بيكو. احنا النهارده هنتكلم في محاضرتنا القصيره دي محاضره قصيره عن الكوست مانجمنت. اتكلمنا قبل كده عن نوليدج اريز تانية، كان السكوب مانجمنت والسكادولينج. دلوقتي دور ان احنا نتكلم على الكوست مانجمنت. الحقيقه الكوست مانجمنت من الحاجات اللي ما بتكلمش عنها كتير، لانه بيعتبر بالنسبه لي استنتاج من السكادجول. وانس عملت السكادجول انت عرفت عندك فلوس محتاجها قد ايه وامتى. بس هو الحقيقه بيبتدي يمكن بدري شويه قبل السكادجول. ليه؟ لان احنا في المراحل الاولى، في مرحله الانيشيشن او السكوب ديفينيشن بتاعت البروجكت، بنبتدي نعمل استيميشن للتوتال كوست. ولما نعمل استيميشن للتوتال كوست بقى عندنا تصور عام احنا رايحين فين وجايين منين من ناحيه المصروفات بتاعتنا. لكن الحقيقه طبعا ده ما يغنيش عن البادجت. احنا زي ما قلنا قبل كده، البادجت دي لازم بتكون الكوست متقسم على الاقل في الزمن، او كمان بيتحط مع الفانكشنز او الاعمال المختلفه اللي بنشتغل عليها. يبقى الكوست مانجمنت الحقيقه كونسبت بسيط. عاده اللي بيبقى مسؤول عنه مسؤوليه اساسيه واحد من خلفيه محاسبيه. ليه؟ لان التعامل في الفلوس محتاج حد يكون فاهم في التعامل في الفلوس. وهنا طبعا لازم انبه اي حد من الناس اللي هتشتغل ان شاء الله في بروجكت مانجمنت لكن خلفيتهم مش اكاونتنج، مش محاسبه، ان لا، خلي واحد بتاع محاسبه يمسك هو الحسابات بتاعه المشروع. هم اقدر منك مهما كانت العملية شكلها بسيط. لكن الحقيقة المحاسبة ده فن كبير ومحتاج مهارات علشان الفلوس تظبط وما يبقاش العملية عندنا مش عارفين راسنا من رجلينا زي ما بيقول. اوكي، فده بس تنبيه سريع، لان بعضنا وانا من كل حقيقة في وقت من الاوقات كنت بعتقد ان عملية الحسابات دي عملية جمع وطرح، واللي داخل واللي خارج خلاص خلصت مفيش فيها مشاكل. لكن الحقيقة بالممارسة اكتشفت ان انا كنت مخطئ تماما في الموضوع ده. عشان كده ابتديت اتعلم في مجال الاكاونتنج، لكن ليس بالضروره ان كلنا نتعلم اكاونتنج ومحاسبه علشان نقدر نمسك الحسابات، وانما بندي بقى الشغلانه لصاحبها ونركز احنا في حاجه تانية احنا نكون اقدر عليها. المهم سوري المهم ان احنا وانس عملنا البادجت والسكيدجول جاهز، يبقى دخلنا في مرحله الكنترول. زي ما قلنا قبل كده، احنا كل نوليدج اريا بتبتدي ببلاننج ليها وتنتهي بالكنترول. زي الكنترول بشكل مباشر بنتابع مصروفاتنا رايحه فين وجايه منين، ايه اللي اتصرف ايه اللي ما اتصرفش، يا ترى اكوردنج للبلان احنا كده صرفنا زياده ولا صارفين اقل من المفروض يتصرف، طب ليه، طيب زي ما بنعمل في اي حاجه تانية ليها علاقه بالكنترول في البروجكت مانجمنت. لازم بتتابع مؤشرات الاداء بتاعه الكوست والمصروفات. ليه؟ عاده المشروع هيكلف اكتر من المتوقع، لكن مع الزيادات اللي بتحصل لازم انت مع متابعتك بتحاول تمسك مصادر اللي بتخلي الاسعار التكلفه تزيد علشان تقدر تتحكم فيها، وبالتالي التكلفه تفضل في حدود المعقول. دي بسرعه. والحقيقه علشان انا ما بحبش اتكلم في الكوست كتير، علشان بقول دايما ده مش تخصصي، لكن من ناحيه الفاندمنتالز اوف بروجكت مانجمنت اللي يتقال او المفروض نعرفه هو ان اساسا ما تستقلش بأهمية متابعة وتسجيل البيانات المالية بتسجيل دقيق وتسجيلها حسب أصول المحاسبة. تقوم تقدر تتابع وتقدر تعرف البروجكت بتاعك رايح فين وجاي منين. ده الكل اللي هنتكلم فيه في الكوست مانجمنت. إن شاء الله المحاضرة الجاية نبتدي على طول نتكلم في الهيومن ريسورس مانجمنت، ودي هنقضي فيها شوية وقت مع بعض بإذن الله. أشوفكم على خير.